وهذا ما جعلها تصبح مدينة نشطة على مدار ساعات النهار والتي أصبحت مضنية مؤخرا، وهذا راجع لبعض المشاريع الضخمة في مجال النقل، حيث رصد للولاية مشروعين لطرق الأنفاق، وهذا لفك بعض الضغط على الطرقات القديمة والتي أصبحت اليوم تحصي أكثر من 10,000 مركبة يوميا. وهذا الشيء الذي أدى لخلق اختناق في الطرقات الرئيسية والثانوية، وهذا ما جعل مديرية الأمن للولاية تتخذ إجراءات وتدابير لكي تفك من ازدحام السير ومنه تسهيل حركة الأشخاص داخل المدينة. مجهودات جبارة يقوم بها أفراد سلك الشرطة بالولاية، وهذا على غرار الشرطة المرورية، فإن التعاون والتنظيم المحكم لكل الفروع والتخصصات بالسلك كان لها التأثير والمفعول، حيث ساهم هذا التناغم على التقليل والتقليص من معاناة السائقين الذين يرون في الازدحام مشكلة يومية مع تجسيد هذه المشاريع. بصفتي كسائق في ولاية برج بعراري جرني لاحظ شوية ازدحام مروري، وخاصة في بعض الأماكن، وخاصة أمام مقر الولاية مع طريق تاع السعيد الزروقي هذيك، ولا هنا ليسانسون وفي وسط المدينة، يعني ازدحام مروري كثرة على السيارات، يعني راهي سيارات بكثرة. وهل السائق البرايجي يحترم يعني السائق الازدحام وزيد شوية من يعني مساق يعني كاينين متهاورين يخرجوا للدوزيام بوزيسيون وتكثر السيركيلاسيون وتكثر وشوية مساقين يعني كاينين اللي ما يسوقوش مليح. يعني الحمد لله رب العالمين، مع المشاريع الجديدة هذه إن شاء الله راح تعطينا ان شاء الله فسحه في السير، ان شاء الله راح تنحينا هذا الاكتظاظ، راح تنحينا الاختناق المروري هذا ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني المهم نطلعوا عليها خير ان شاء الله في المستقبل، باش تنحنا ان شاء الله هذا الاكتظاظ ونأملوا فيها الخير ان شاء الله. كاين شويه سيركلاس ونحكموا وقت، وهي نعطيك صراحه انا كاين نعطيك دي زاكسيدون راهم يصراو من السيركلاسيون. سميش انسان يمشي يتبع الوقت اللي يتقلق تلقاه يخرج بغير ما يشعر من السيركيلاسيون هذه. لا انا اكتظاظ في حركه المرور لهنا مع المشاريع هذو جدد اللي راهم يديروا فيهم لهنا، الطريق مغلوقه كامل، وزيد بعد زياده الصباح الاكتظاظ في السير حتى العشوه خلاص بات تليبيرا طريق شويه. نعانيو من التنقل في كل الطرقات، ما حتى الطرقات الضيقه هذوك اللي نسيركيليو عليهم مغلوقين خلاص، حتى وزادوا المشاريع زادوا داروهم فيهم. الشرطة المرورية بالولاية والتي تعمل على تسهيل التحرك داخل المدينة كان لها أيضا التحسيس ومرافقة سائقي السيارات الداخلين منهم والخارجين من مركز مدينة برج بعراريج، حيث تسعى مديرية الشرطة بالولاية وهذا بتعليمات وإرشادات من المديرية العامة للشرطة إلى الحفاظ على أمن وسلامة المسافرين وسائقي العربات، وهذا في محاور المدينة، وذلك لتجنب الحوادث وكذا تسهيل التنقل. خطة مدروسة وجدنا فيها النفع داخل مدينة برج بعراريج والتي تشهد ضغطا وازدحاما في السير ناتجا عن تجسيد مشروع النفقين، وذلك في كل من حي 500 مسكن ووسط المدينة. على إثر المشروعين الذين سجلتهم ولاية برج بعراريج والمتمثلين في إنجاز نفقين أرضيين بغية تسهيل حركة المرور، والذين أنجر عليهما بعض زيادة في الحركة المرورية خصوصا وسط المدينة، هذا الأمر جعل مصالح عملية برج بعراريج تعد مخططا خاصا، وذلك بتوزيع توزيع مناسب ومعقول لعناصر الأمن، وذلك على مفترقات الطرق والنقاط السوداء لتسهيل الحركة المرورية. كذلك مع زيادة السيارات وزيادة زيادة السيارات في وسط المدينة جعل من مصالح أمن الولاية تكثف من دورياتها من أجل تسهيل حركة المرور، وكذلك بعض نسجل كذلك نقطة إضافة إيجابية عند المواطن البرايجي هو أنه استجاب للنداءات المتكررة لمصالح الأمن عبر أثير إذاعة برج بعراريج من أجل تجنب المرور عبر هذه النقطتين، وأصبح يعتمد في الأونة الأخيرة على الممرات الجانبية، وهو الشيء الذي قلل نسبيا من
الحركه المروريه، ونحن دائما نعتمد على تفاهم ووعي المواطن، خصوصا ان هذين الممرين سيمكنان ويسهلان حركه المرور بشكل كبير جدا عند الانتهاء من اشغالهما في القريب العاجل. جهود أعوان الشرطة لتجسيد المخطط الخاص بتسهيل ومراقبة المرور بالولاية ساعد على فك نوعي لزحمة السير، حيث كان للمديرية الولائية للشرطة أن تحسس بالمخطط، وهذا عن طريق الإذاعة وأيضا بالطريقة المباشرة في بادرة لفتت استحسان السائقين، حيث اعتبروها جسر تواصل ينمي عن احترافية السلك في التعامل السريع والجاد في تطبيق القانون ومرافقة المواطن في حياته اليومية. يعني بصفتك تدخل هنا الولايه برج برج، هل لاحظت انه يعني كي نقولوا سيركيلاسيون سما نقولوا مرور سما نقولوا شرطه مروريه، هل لاحظت انه تواجد اعوان الشرطه في المناطق اللي فيها يعني ضغط في هذا المجال لاحظتها ما لاحظتها؟ لا كاينين يعاونوا الشرطه، يعاونوا بلاصتك سيركيلاسيون تلقى الشرطه هما اللي كانوا يكونوا حاضرين الشرطه ما تفرش سيركيلاسيون، والله ما تفرق. أكيد 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 إن شاء الله رجال الشرطة لهم عمل إن شاء الله، عمل كبير وعمل مضن إن شاء الله، خاصة في هذا الاكتظاظ إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله تكون المعاملة طيبة إن شاء الله وكما راهي إن شاء الله، ونزيدوا إن شاء الله ونحيوهم إن شاء الله على الوقفة تاعهم والسهر على حماية السائق وحماية الراجل حماية المواطنين بصفة عامة، لهم الشكر إن شاء الله وربي يجزيهم إن شاء الله. نعم يعني تقدر تقولنا يعني كسائق سيارة شحال مرة هكذا تلاقاهم في النهار يعني مع هذا الاكتظاظ؟ لا ان شاء الله من طلوع الشمس الى غروب الشمس دائما ان شاء الله ساهرين وواقفين دائما ان شاء الله وربي يجزيهم ان شاء الله، احنا ماناش نهضروا الواقع اللي رانا نشوفوه برك ان شاء الله. واش نقدر نقول لك بخصوص مدينه برج بعرريج، ملي بدات هذه المشاريع الجديده لاحظنا تكثيف الجهودات تاع الشرطه، لانه كاين تما كشغل ظرف مؤقت، من بكري الشرطه احنا موالفينهم هنا عادي، ولكن الشيء الملحوظ فيهم زادوا كثفوا شويه الجهودات تاعهم باش يخففوا شويه هذا المأزق هذا اللي هو تقدر نقول الضغط شويه في السير هذا، ولكن راهم قايمين يعني الحمد لله. حاب اخويا نشكروهم، هما راهم اعوان الشرطه اللي يحميونا، بلا السير يحميونا دائما، وان شاء الله ربي يوفقهم في المهام تاعهم، راهم قايمين الحمد لله، بلا بهم هما رانا حاصلين. الشرطة متواجدة في كل المناطق في كل المحاور والمسالك اللي تعدي عليهم طوموبيلات، بالعكس الشرطة هي اللي راهي تسهل في حركة المرور هنا خاصة بعد هذه المشاريع هذو يعني. لا ولاحظت تزايد كبير في عدد الشرطة وين في الطرقات على المشاريع هذو. نص ساعة 20 مينوت اللي كنت تقضي 2 مينوت باسكو الطريق ساهل هنا البرجاك تعرف وين 20 مينوت نص ساعه، وانا مع رجال الشرطه باك نتبعوا فيهم كيما كان الحال وخلاص. يعني معاك جديد بيان سور من اللي هي تاعك تلقى كل 20 متر ولا تلقى زوج ثلاثه كاينين متواجدين. متواجدين دائما. لا الحمد لله الحمد لله. تجسيد المشروعين النوعيين للولاية والطامح إلى تسهيل التنقل اليوم يشكل كابوسا لمستعمليه، لكن عزم أعوان الشرطة وسهرهم الدؤوب على تأمين وتوجيه السائقين ساعد على التخفيف من الازدحام، تاركا للمشاريع التنموية الجادة للدولة الجزائرية أن تجسد بدون تأثيرات كبيرة على المواطنين، وهذا بشعار نتغنى به ألا وهو دمتم ودمنا في خدمة الوطن والمواطن.